هلا رح اعمل بودينج بالشوكولاته. مين ما بحب الشوكولاته؟ اكيد معظم الناس اذا مش كلنا بنحب الشوكولاته. هذا البودينج يعني زي مهلبيه بس شوي ادسم وفيها هيك حركات صغيره بتسويها كتير زاكيه ومميزه. اول شيء رح اعمل رح اسخن الكريمه والحليب مع نشا وكاكاو وشويه سكر وبعدين بنضيف عليهم الشوكولاته. لتحضير البودينج بطنجره على النار بحط كوبايتين حليب يكون كامل الدسم أحسن، كوباية كريمة، وبحط معلقتين صغار نشا عشان تتماسك وتكون كثيفة. بحط تقريبا معلقتين كبار كاكاو، كاكاو بيخلي عندي الشوكولاتة طعمها واضح. بحط معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، وبحط سكر تقريبا معلقتين كبار، ورشة ملح. بضلني أحرك لحتى يسخن. بضيف الشوكولاتة تقريبا كوباية، وبحطها فورا على حمام مائي عشان الشوكولاتة تضل محافظة على نكهتها وقوامها. بحرك لحتى تدوب. بس تدوب الشوكولاتة بضيف فانيلا تقريبا معلقة صغيرة، بحط برش بردقان تقريبا معلقة صغيرة. أنا كتير بحب نكهة البردقان مع الشوكولاتة، إذا ما بتحبوه ممكن تستغنوا عنه. وبحرك كتير منيح. بس يتجانس المزيج بحط بالآخر زبدة تقريبا معلقة كبيرة. الزبدة بتعطي لمعة وطبعا طعمة. إذا كان الخليط عندي مش ناعم كتير بصفي، بس أنا عندي هون الخليط طلع ناعم كتير. بحرك كتير منيح وبطفي، وهو سخن بديره بأكواب التقديم. بغطي الأكواب بكلينج فيلم، بس لازم يكون ملامس لسطح البودينج، لأنه إذا ما كان ملامس إلها بتعمل قشرة. بنقل الأكواب على الثلاجة وبخليها عدة ساعات لحتى تجمد وتبرد. بردت عندي البودينج، بتشهي ريحتها وملمسها حريري يعني كتير كتير ناعمة. شوفوا لأني حطيت البلاستيك راب ما عمل ولا قشرة ولا نشف ولا إشي، وما بلزق على البلاستيك راب يعني بسهولة بتنقام. بدي أزينها هلأ بشوية شوكولاتة مبروشة، وممكن تزينوها بكاكاو منخل أو فاكهة. هاي بودينج الشوكولاتة المخملي صار جاهز مع برش الشوكولاتة المقرمش على سطحه. وصفة كتير سريعة وسهلة وزاكية كتير.